عن نجاح ابتكار تقنية جديدة باستخدام الذكاء الصناعي. هذه التقنية تساعد في أنه تتعرف على هوية أي شخص بس عن طريق الأوردة الموجودة على اليدين بدلا من الوجه أو بصمات الأصابع. وتستخدم هذه التقنية كاميرا لها عمق طويل، لأنه تخيلوا بعد التجارب الكثيرة قدروا أنهم يحددوا أنماط الوريد الخاصة بكل شخص جربوا عليه، وكانت النتائج أنهم اكتشفوا سمات تمييزية تحدد هوية كل شخص بدقة تزيد عن 99%. شوفوا وين وصلنا في العلم. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. سبحان الله، كل فعلا كل ما نعيش ونتطور نكتشف. يا ما هنشوف.